صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا جمهور الاهلي العظيم، صباح الخير يا مشاهدين العظام. النهارده هنتكلم في حاجه دايما بنطلبها في كل حلقه، بنقول قبل ما نعمل التمرين لازم نسخن. طب ازاي اسخن وانا في البيت؟ فده المهم دلوقتي. احنا هنبتدي ازاي نتعلم نسخن، نعمل حركات بسيطه في البيت عشان نسخن. اهم حاجه الارض تبقى سجاده مثلا، اي حاجه ما تبقاش حاجه صلبه بعمل عليها التسخين عشان ما اضرش لا ظهري ولا ركبتي. يلا بينا حتى نبدا مع بعض ونتعلم ازاي نعمل حركات في البيت عشان نسخن. اول حاجه بعمل مشي في المكان، بحاول دايما ايدي تبقى مع رجلي العكسيه، يعني ايدي اليمين مع رجلي الشمال، وانظم النفس. كل حركه هحاول اعملها 8 عدات كده، كملنا 8. هنعمل ستيب تاب، تاتش تاتش، نفس. هنعملها 8 مرات. شغل ايدي بالجنب عشان اسخن جسمي من فوق مع جسمي من تحت. هبتدي اعمل ليك كير، خطوه لورا وايدي بسحبها مع النفس. اعد كل خطوه بعملها او كل حركه بعملها 8 مرات. هنرجع تاني ستيب تاب بس مع اوبن تشيست، اذا انا افتح صدري واقفل. ده لازم يتعمل قبل كل تمرين عشان ارفع درجه المرونه في العضلات والليونه في المفاصل. نفس وازود الاكسجين في جسمي. هبتدي اعمل في 7 وارجع تاني، يمين شمال يمين شمال يمين شمال، بايدي معاها يمين شمال، كل حركه 8 مرات. مارش، هنعمل حركه مركبه شويه عشان نعلي ضربات قلبنا شويه. هناخد 1 2 3 4، 1 2 3 4 كده من غير ايديا. اسيب الحركه الاول في رجلي، رجلي تحفظها. هعمل بايدي زي لعبه الملاكمه، سبيد بول سبيد بول، تاتش تاتش، رجلي زي ما هي ماشيه وايدي تتحرك. جامب 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 جامب، نفس. سبيد بول، ايدي فوق ايدي فوق كده، انا مسخن جسمي من تحت وجسمي من فوق. هبطئ الحركة زي ما عليت بالكيرف قوي عشان اسخن. هبتدي اهدى، هنروح نعمل ستاب تاب، نفس. كده جسمي ابتدى يسخن عشان يبقى جاهز للتمرين. بعد كده نخش على التمرين، واهم حاجه في الاخر نعمل الاسترتشات او الاطالات مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.